إسرائيل شددت من هجماتها على الفصائل المسلحة المقربة من إيران، ومساء يوم أمس سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عملية خطيرة تجاه هذه الفصائل في الداخل السوري. العديد من المصادر كانت قد تحدثت عما جرى، ومن هذه المصادر هي وكالة سانا السورية الرسمية، بالإضافة إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان، وكذلك وكالة رويترز. وواحدة من النقاط التي استهدفت هي هذه المنطقة، كما تلاحظون دمار كبير، وواضح أن إسرائيل استهدفت منطقة ليست بالعادية، ووجهت ضربة مدمرة للغاية تجاه هذه النقطة. والذي جرى هنا أن إسرائيل استهدفت نقطتين في الداخل السوري، النقطة الأولى هي كانت حمص، والنقطة الثانية هي كانت مدينة بانياس الساحلية. وقالت وكالة سانا السورية بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت هذه العملية تجاه هذه المناطق من داخل لبنان، أي من الشمال اللبناني باتجاه الداخل السوري. وعادة إسرائيل عندما تنفذ مثل هذه العمليات هي تقوم بتنفيذها من البحر المتوسط، تأتي عبر البحر المتوسط لتقوم بتنفيذ مثل هذه الهجمات. لكن واحدة من النقاط التي استهدفتها إسرائيل هي كانت إلى أقصى شرق حمص في منطقة يطلق عليها الفرقلوس، هي التي قامت باستهدافها إسرائيل. وهذا قد يبرر لماذا رأينا الطائرات الإسرائيلية أو جاءت الطائرات الإسرائيلية من البحر المتوسط بعد اقترابها من هذه المنطقة إلى شمال لبنان لتنفيذ هذه الضربات. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن أحد النقاط التي استهدفت هو مقر تابع لحزب الله اللبناني، وقتل من خلال هذه الضربة 3 عناصر من عناصر حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى 3 عناصر أخرى من حملة الجنسية السورية يعملون مع حزب الله. وكذلك واحدة من الاستهدافات الأخرى جاءت باتجاه ساحة لتجمع الشاحنات في الفرقلوس، وأدت إلى دمار كبير للغاية كما شهدنا في الفيديو قبل قليل. هي النقطة التي كانت قد استهدفت، وهذا الاستهداف جاء بسبب أن هذه الشاحنات كانت تحمل شحنات للأسلحة كما تحدثت وكالة رويترز، وأكدت هذه المسألة أيضا، وأكد هذه المسألة المرصد السوري لحقوق الإنسان. لكن واحدة من النقاط التي استهدفت أيضا كما تحدثنا بانياس، مكتب جلال طه لتصنيع السفن، هو الذي كان هدفا. في هذا المكتب كان هنالك اجتماع يتواجد فيه 3 أشخاص، شخصين مع صاحب المكتب، هم الذين كانوا متواجدين في هذا المكتب، وفجأة جاءت هذه الضربة باتجاه هذا الاجتماع. ويبدو بأن طائرة مسيرة هي التي نفذت هذه العملية، وقد تكون اخترقت هذه المنطقة قادمة من البحر المتوسط أو حتى قادمة من لبنان لتنفيذها. مرشح جدا أن يكون من البحر المتوسط تنفيذ مثل هذه العملية. والمرصد السوري لحقوق الإنسان وضح بأن ليس واضحا ما إذا كان هنالك ارتباطا لهذا المكتب أو صاحب المكتب بحزب الله اللبناني أو غيرها، لكن واضح أن إسرائيل تقصدت هذه العملية وكانت تبحث عن استهداف على الأقل الشخصين اللذين كانا موجودان في هذا الاجتماع تحديدا. ولا زال حتى هذه اللحظة ليس واضحا ما هو مصير هذين الشخصين، إذا ما قتلا أو جرحا، ولكن الاستهداف كان واضحا ودقيقا من قبل إسرائيل. إذا ما ألقينا نظرة على هذا الاستهداف تلاحظ بأننا وكأننا أمام منزل أو مبنى، وهذه النقطة هي نقطة الاستهداف، هي نقطة المكتب. إذا ما اقتربنا منها وأخذنا صورة أوضح لهذا الموقع، لاحظ كيف أن الضربة جاءت دقيقة واضح جدا من المقاعد أو الكراسي الخاصة بالمكتب، بأنه فعلا مكتب هو الذي كان قد استهدف، وإن كان هنالك رغبة باغتيال شخص ما. وليس واضح كما تحدثنا ما إذا كان قد قتل الأشخاص أو جرح أحدهم في هذه الضربة، ولكن في نفس الوقت أيضا كان هنالك ضحايا من المدنيين، طفلة قد قتلت جراء هذه الضربة، وكذلك 10 مدنيين، من 10 إلى 20 مدنيا قد جرحوا جراء هذه الضربة بسبب تضرر المساكن القريبة من هذا المكتب. وقد تكون النقطة التي تضررت وأدت إلى هذه الإصابات للمدنيين هي هذه المنطقة أو هذه النقطة التي نراها. بالتالي هذه الضربة رغم أنها كانت ضربة تبحث على أن تكون هذه الضربة دقيقة من قبل الجانب الإسرائيلي، إلا أنها
كانت مسألة خطيرة للغاية وأدت إلى ضحايا مدنيين بكل أسف من خلال هذه الضربة. أيضا في نفس الوقت إذا ما ركزنا على هذا الانفجار الكبير الذي ظهر بهذا الشكل، واضح من طبيعة الاشتعال وصعوبة إطفاء هذه النيران بأننا فعلا قد نكون أمام شحنة للأسلحة هي التي ضربت، خاصة أنك تلاحظ أن الشاحنة تستمر في الاشتعال، مما يوضح بأن هنالك مواد متفجرة أو TNT تستمر بالاشتعال رغم الجهود في عملية ومحاولة إخماد هذه الحرائق. وإذا ما حاولنا أن نحدد هذا الموقع بشكل أدق سنلاحظ بأننا أمام مستودع كما هو واضح يشتعل، وكذلك بأننا أمام ساحة، وكما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه عبارة عن ساحة للانتظار لهذه الشاحنات التي اشتعلت. هذا المبنى أو هذا المستودع يصبح أكثر وضوحا ويبدو لونه أبيض من طبيعة هذه الزاوية وهذه اللحظة من لحظات التصوير لهذا الانفجار. كذلك إلى اليمين هنالك مبنى آخر ظاهر هنا مع سياج، وهذا المبنى أيضا يصبح أكثر وضوحا من هذه الزاوية لهذا التصوير. لاحظ هذا المبنى مرة أخرى يصبح واضحا هنا، وبالتالي الأمور أصبحت واضحة. وكذلك مع التصوير ظهر الشارع العام، أي أن عملية التصوير تأتي من شارع عام فيه حركة واضحة للغاية. والمعلومة التي ذكرت بأن هذه الضربة جاءت في الفرقلوس إلى شرق حمص، بالتالي إذا ما اتجهنا إلى شرق حمص باتجاه هذه المنطقة التي ذكرناها الآن، وستلاحظ بأن هذه هي المنطقة الفرقلوس، وإلى شرقها تقريبا هنالك نقطة واحدة أو ساحة انتظار تقريبا للشاحنات تتوافق وتتطابق مع ما رأيناه قبل قليل. ولاحظ هذه هي اللقطة وهذه هي النقطة التي تتطابق مع ما تحدثنا عنه. تلاحظ هنا هذا هو المستودع متطابق من ناحية اللون والمساحة، وهذه هي الساحة مع الشاحنات مع المبنى مع السياج، يؤكد لنا تماما بأن هذه هي المنطقة التي كانت قد استهدفت مع كل الأوصاف والمعلومات التي ذكرت. وكذلك الشارع العام الذي ذكرناه واضح هنا أمامنا، وبالتالي ليس هنالك أي فرق، وواضح أن هذه النقطة هي التي استهدفت، وهذه نقطة استراتيجية للغاية بالنسبة للفصائل المسلحة المقربة من إيران. كما نلاحظ أن المنطقة التي ذكرناها هنا هي منطقة تأتي في الوسط بين مدينتين مهمتين، هي تدمر وكذلك حمص، هذه هي حمص، وأن هنالك طريقا رابطا بالنسبة لهذه المنطقة، الطريق الرئيسي الذي ذكرناه الآن. وأساسا الضربة جاءت باتجاه الطريق E3 أو الطريق رقم 3، وأيضا أن هنالك مطارات قريبة من هذه المنطقة التي نتحدث عنها، مطارات تأتي فيها بنى تحتية تخزن فيها الأسلحة الإيرانية التي عادة ما يتم شحنها في هذه المنطقة. واحدة من المطارات والقواعد المهمة للغاية هي قاعدة التيفور، ستلاحظ هنا بأننا هذه هي قاعدة التيفور التي يتواجد فيها ضباط من الجيش العربي السوري، وكذلك أيضا من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني. وأيضا نقطة أخرى إلى جنوب حمص نتحدث عن قاعدة ومطار الشعيرات أيضا المعروف باستخداماته لهذه الفصائل المسلحة المقربة من إيران. بالتالي بشكل عام هذه منطقة استراتيجية للغاية بالنسبة لهذه الفصائل. لماذا؟ لأنك تلاحظ هنا أولا من خلال هذه المطارات من الممكن للجانب الإيراني أولا أن ينقل بطائراته هذا السلاح باتجاه مطار T4 أو مطار الشعيرات، وبالتالي يصل لهذه المنطقة إلى حمص أو مناطق الانتظار، وبالتالي بأن تتجه هذه الأسلحة وهذه الشحنات مباشرة إلى لبنان إلى حزب الله اللبناني. وكذلك أنها مهمة على المستوى البري في ظل هذا الطريق الذي تحدثنا عنه، ممكن للأسلحة أن تأتي من إيران إلى العراق وتتجه إلى سوريا إلى البوكمال تحديدا، ومن ثم تجد طريقها إلى تدمر، ومن تدمر إلى حمص، ومن حمص مباشرة إلى لبنان لتصل إلى حزب الله اللبناني. والتوترات تتصاعد بشكل كبير كما هو معروف بين حزب الله اللبناني وبين إسرائيل، والضربات الإسرائيلية هنا القادمة بهذه الطائرات على هذه المنطقة
هي أصبحت مكثفة بسبب أننا خلال هذا الأسبوع أمام موجة من الضربات العنيفة التي بدأت تتصاعد باتجاه هذه المنطقة، باتجاه منطقة القصير وحمص وغيرها، الحدود السورية واللبنانية، كل ما هو يتجه من سوريا إلى داخل لبنان هو مستهدف. وهذا يوضح بأن إيران بدأت تشحن بالأسلحة وبعناصرها، وبدأت ترسل بشكل مكثف من أسلحتها وقدراتها وإمداداتها اللوجستية لحزب الله اللبناني، في ظل أنها تعلم وحزب الله يعلم بأن إسرائيل مع تقدمه في مدينة رفح، واليوم قد أعلنوا على السيطرة على محور فيلادلفيا بالكامل، ودخلوا إلى تل السلطان ويتغلغلون في الشوارع الرئيسية في مدينة رفح. هذا يعني بأن الصفحة الثانية ستكون حزب الله اللبناني، بالتالي تحاول إيران من دعم حزب الله قدر الإمكان ليكون قادرا على التصدي لعملية عسكرية محتملة من قبل إسرائيل. كذلك الضربات من قبل إسرائيل واضح بأنها تحاول أن تضعف قدر الإمكان حزب الله اللبناني المتواجد، نقل الأسلحة المتواجد في سوريا ونقل الأسلحة المستمر أيضا إلى لبنان، وذلك من أجل حزب الله اللبناني الموجود في لبنان عن العمق وعزله عن التحركات التي تأتي في سوريا، وبالتالي محاولة عزله جغرافيا وأضعاف حزب الله أيضا قدر الإمكان أيضا في سوريا. بالتالي سيكون حزب الله وحيدا مع الضربات على البنى التحتية وقدراته الموجودة في لبنان للإعداد ميدانيا للتقدم وإبعاد حزب الله على مسافة 10 كيلومترات، كما تتحدث إسرائيل دائما خلف النهر الليطاني، وهذه هي العملية الأساسية التي يبدو أن إسرائيل تخطط لها بعد السيطرة على مدينة رفح أو حتى قطاع غزة بالكامل. الكل يترقب ما الذي سيحدث، وإسرائيل تركز أيضا في ضرباتها على كل من هو مرتبط بحزب الله اللبناني. على سبيل المثال كان هنالك انفجارا خطيرا للغاية قد طال إحدى العربات التي اتضح بحسب المصادر السورية التي ذكرت هذا الاستهداف، الذي جاء أيضا في حمص بأن هنالك عبوة لاصقة موجودة في هذه السيارة التي اتضح بأنها تابعة لأحد القضاة السوريين، وكان معه شخصين، واحد من هؤلاء الأشخاص بحسب ما تحدثت هذه المصادر بأنه نجل هذا القاضي، وشككت بعض المصادر مثل المصدر السوري لحقوق الإنسان بأن هذا القاضي من الممكن أن تكون له بعض القضايا أو بعض الارتباطات التي دفعت هذه العملية أن تأتي وأن تستهدف هذا القاضي. ليس هنالك أي إثباتات، ولكن ما هو واضح أن هذا الانفجار يأتي بعد 4 أيام فقط من عملية واضحة للموساد الإسرائيلي في داخل دمشق، التي أيضا كانت عبارة عن عبوة لاصقة في سيارة انفجرت بهذا الشكل وقتل عنصر أمني سوري. قالت الجيروزلم بوست وأيضا المصادر السورية بأنه مرتبط بحزب الله اللبناني قتل مباشرة بهذه الطريقة. وقبل 5 أيام، قبل ساعات من هذا الاستهداف، كان هنالك استهدافا لإحدى السيارات الموجودة في القصير والتي كان على متنها عناصر من حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى عناصر من السوري الذين يعملون مع ما يعرف بحزب الله السوري، مع شاحنة أخرى قد ضربت في هذا وبهذا الشكل. وبالتالي هنالك شكوك حول ما جرى، وبأن هنالك احتمالية لعمل للموساد تجاه هذه العربة، ولهذا الأمر طبعا ليس واضحا وليس مؤكدا، كما حدث مع المكتب الذي استهدفته إسرائيل في بانياس تحديدا. وهنا السؤال الذي يطرح بشكل كبير حول كل ما يجري في الداخل السوري، أين هي روسيا من كل ما يجري؟ يبدو بأن روسيا لم تعد ضابطة للإيقاع فيما يجري في سوريا تحديدا، وخاصة أن هذا الأمر يبدو واضحا من التعاون مع إيران. واحدة من الطائرات المسيرة التي سقطت في الداخل الروسي بعد قيامها بعملية تجاه السومي الأوكراني، اتضح أن هذه الطائرة المسيرة هي طائرة مهاجر 6 الإيرانية، لكن مسألة سقوط هذه الطائرة وإسقاط مهاجر 6 بغض النظر إن كان خلل أو استهدافا من الأوكرانيين أدى إلى سقوط هذه الطائرة، مسألة إسقاط هذه الطائرة هي ليس بجديد، وهو ليس بالأمر الجديد أبدا، لأن مهاجر 6 سبق للأوكرانيين أن أسقطوها مع بداية الحرب ومع بدء إيران لإرسالها للطائرات المسيرة مثل شاهد 136 وطائرة مهاجر. هذا هو ليس بالأمر الجديد، لكن الأمر الجديد هو الصاروخ الذي ظهر والذي تحمله هنا مهاجر 6، وهو صاروخ قائم 5. هذا الصاروخ يعتبر من الصواريخ الموجهة الانزلاقية وذو النقطة الرادارية الصغيرة التي يجعل والذي يجعل
مسألة ضبطها من قبل الرادارات صعبة للغاية، وكذلك أن الوقت من انطلاق ووقت انطلاق هذا الصاروخ من الطائرة باتجاه الهدف أيضا هو قصير، بالتالي من الصعب للغاية على الجانب الأوكراني أن يتصدى لمثل هذه الصواريخ. وهذا هو الأمر الذي انتبهت له واهتمت به كثيرا صحيفة التلغراف البريطانية في 24 ساعة الماضية، بأن هنالك المزيد من الأسلحة والقدرات الإيرانية التي أرسلت إلى روسيا في نهاية المطاف. وهذا هو الذي يوضح بأن هنالك ترابطا روسيا إيرانيا كبيرا، ويبدو بأن روسيا تسمح لإيران بالقيام بالكثير من العمليات والشحن وغيرها، وتبدو أن الاتصالات والتنسيق الروسي مع إسرائيل في تنفيذ مثل هذه العمليات يبدو بأنه معدوم تقريبا على مستوى هذه الاستهدافات وهذه التطورات والتحركات على الأرض مع الحرب الروسية الأوكرانية ومع الحرب أيضا في قطاع غزة.